يقاتل المدرس الفرنسي ينشر رسالة صوتية باللغة الروسية، وهذا ما جاء فيها. مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. نشر عبد الله أنزوروف قاتل الأستاذ الفرنسي سامويل باتي في 16 أكتوبر قرب باريس رسالة صوتية باللغة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره صورة ضحيته، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس الأربعاء نقلا عن مصدر قريب من الملف. وكان المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب جان فرانسو ريكارا قد كشف في وقت سابق الأربعاء إن طلبة المدرس قد كشفوا هوية المدرس للقاتل مقابل المال. وأضاف ريكار أنه لا يمكن للمهاجم تحديد هوية المدرس من دون مساعدة الطلبة. وفي التسجيل الصوتي الموثق قال أنزوروف الشيشاني المولود في موسكو بلهجة روسية إنه ثأر للنبي، ملقيا باللوم على مدرس التاريخ والجغرافية لأنه أظهره بطريقة مهينة حسب التسجيل الصوتي. وكان باتي البالغ من العمر 47 عاما قد تعرض لهجوم نفذه لاجئ شيشاني وهو في طريقه إلى منزله من المدرسة التي كان يعلم فيها في كونفلان سان أونورين الواقعة على بعد 40 كيلومتر شمال غرب باريس. وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أن نشر الصور الكاريكاتورية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام له دور فيما حصل مع المدرس وكذلك مع جار لصحيفة شارلي إبدو. وأظهرت التحقيقات في جريمة قتل أستاذ التاريخ أن منفذها تواصل مع والدة تلميذة كان قد أطلق حملة ضد المدرس عبر الإنترنت، والوالد الذي أوقفته السلطات أيضا كان قد نشر رقم هاتفه على الفيسبوك وتبادل الرسائل مع القاتل الشيشاني أنزوروف البالغ من العمر 18 عاما على تطبيق واتساب قبل أيام من الجريمة وفق ما أبلغت مصادر أمنية وكالة فرانس بريس. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.